في ظل مواصلة المجموعات الإرهابية المسلحة جرائمها واستهدافها للمدنيين وقوى حفظ النظام، انفجرت عبوة ناسفة على طريق حمام صياف لدى محاولة زرعها، محولة الإرهابي إلى أشلاء. وفي ريف إدلب، عناصر الهندسة تفكك عبوات ناسفة زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة لاستهداف المواطنين الأبرياء وبعض المرافق الحيوية في المدينة. بفكرهم الإرهابي المتجذر بأعمال إجرامية، تواصل المجموعات المسلحة محاولاتها لاستهداف أمن سوريا واستقرارها عبر التفجيرات وزرع العبوات الناسفة وضرب الاقتصاد الوطني، لكن مشيئة القدر أوقعت هؤلاء المجرمين في شر أعمالهم، فهل يتعظ الآخرون؟ إرهابي في مدينة حماة، وبعد محاولته زرع عبوة ناسفة في جنح الظلام على طريق حمام صياف، تحول إلى أشلاء بانفجار عبوته، فيما تضررت بعض ممتلكات المواطنين في المنطقة. خفافيش الظلام، وفي أثناء قيامهم بنقل عبوة ناسفة من المنطقة الصناعية بمدينة إدلب إلى مكان آخر، انفجرت هذه العبوة بهم، ما أدى إلى مقتل 2 من الإرهابيين. وفي إطار ازدياد عمليات زرع العبوات الناسفة من قبل الإرهابيين في مختلف المحافظات لقتل المواطنين الأبرياء وترهيبهم، فككت عناصر الهندسة في إدلب عبوات ناسفة مصنعة يدويا ضمن غازات سفرية وأنابيب معدنية يصل قطر بعضها إلى 10 إنشات، إضافة إلى حشوات مغلفة بأكياس نايلون عثرت عليها الجهات المختصة في جبل الزاوية وموقع عين البيضة الحدودي وقرب سكة القطار في ناحية بدامة، ويتراوح وزنها بين 1 و25 كيلوغراما.